نقف في وقفة احتجاجية ضد ما يتعرض له سيد الكيانات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة، صور مسيئة، صور كاريكاتوريكية يتم بثها في القنوات وفي على منصات التواصل الاجتماعي تسيء إلى سيد الخلق. نقف نحن احتجاجا على هذا السلوك المشين الذي يقوم به الغرب، وخاصة هذه الأيام في فرنسا بالذات، ونقول لهم أن الإسلام ليس كما تظنون. الإسلام دين الرحمة، دين التسامح، دين العفو، لا يختلف مع الأديان الأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الكريم، الفاتح لمن غلق، الخاتم لمن سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ديننا حنين الإسلام دين المحبة والمودة، وحنين نحترم جميع الأديان. لا إله إلا الله محمد رسول الله.